حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بالبرنامج على واحد من الأرقام التالية من داخل العراق، عندكم دني الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج من زاخو إلى الفاو وتقدرون تشاركون ويانا. أما من خارج العراق فعدكم ذني الاثنين الأرقام تقدرون تتصلون بها، فعدكم ذني الأرقام اثنين للخارج أيضا، من الداخل تقدرون تدقون على واحد من ذني الأرقام، وعدكم رقمين من الداخل فذني أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم غير مخصص للاتصال، هذا رقم الرسائل، يعني أي شخص ما قدر يحصلنا على أرقامنا الأربعة يقدر يتصل بينا على يقدر يكتب لنا رسالة على هذا الرقم نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. أما أي شخص عنده فيديو يريد يدزه إلى البرنامج، يريد يدزه إلى القناة، فدزه على رقم نافذة أنت ترى، هواية فيديوهات وهواية صور توصل إلى البرنامج. رقم النافذة أنت ترى 00905526845661 أو 5663، ذني الأرقام الاثنين. تقدرون تدزون أرقامكم أو فيديوهاتكم أو الصور اللي تردون تبثوها للقناة على ذني الأرقام. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه بداية البرنامج هذه ظاهرة من الظواهر اللي تصير اليوم بالعراق، أنه أحد أتباع الأحزاب أو أحد المرشحين رافضين لنتائج الانتخابات فطلعوا للشارع وسووا اللي سووا. طبعاً اليوم اللي دي يصير بالعراق غريب عجيب، الناس قاطعت الانتخابات وسببت أكبر فضيحة مدوية لأحزاب السلطة أنهم ما مصدقين بيهم. لكن أكو كتل رافضة، مثلاً هادي العامري رفض، أكو كتل دا تقول هذا شيء ديمقراطي لأنه لحد الآن على الرغم من أنه ما حد شارك 15% بس دا يروج لنفسه أنه هو الفائز الأكبر اللي هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الكتائب وكتلة حقوق خسارة فادحة. منو بعد عندكم؟ شوفوا الأحزاب وشوفوا اللي حصلتها، راح تلقون أنه الأحزاب اللي كانت مسيطرة على الحكم ما حصلت شيء. بالمقابل قبل ما ناخذ أي اتصالات، من مظاهر الانتخابات الجديدة أريد أشوفكم فيديو للمرشحين اللي فازوا أو اللي حسوا بنفسهم أنهم فايزين، شنو اللي سووه وشنو اللي صار بيهم أو شنو اللي سووه بالشوارع وبالمدن لما انطلعوا ده يحتفلون الأخوان أنهم فايزين. تابعوا هالفيديو. Yeah.
تخافون ترى مو ذولا اعضاء اللجنه الاولمبيه وجايبين كاس العالم وجايين، ولا رجعوا سياده العراق ولا طلعوا المحتل ولا خلصوا من التدخل الايراني، لا ابد. هذا بس مرشح يقول انه هو فاز او مرشحه. مقاومه طائرات ترمي ذني مو من فلوس الشعب. فهذا اللي دا يصير، اكو رافض دا يرمي واكو فرحان على اساس انه فاز وطلعت النتائج انه فايز وهم دا يرمي، والمواطن كل شيء ما محصل لي هسه. احمد بن الحله حياك الله يا احمد بن حله انقطعت منا، ترجع لنا يا اخوي ابو شهاب. ابو رعد من بغداد حياك الله يا ابو رعد. السلام عليكم. عليكم السلام. الانتخابات مضمونها اللي انا اشوفها رايي نعم من هذا العربي والعصاي الميليشيات كلها ما يريدون العراقيين يصيرون بالحكم كعراقيين يحكمون البلد، يردون هم يحكمون البلد والميليشيات تصير 75% من الميليشيات بالبرلمان، ويصير الجيش ماكو جيش ولا شرط، يصير حرس ثوري عراقي مضاف للحرس الثوري الايراني. هذا كل اللي يجور بالساحه مال بلدان 50 سنة، وانا اشكرك. شكرا لك ابو رعد. اليوم يعني المقاطعه اللي صارت من قبل الشعب العراقي، هو السؤال اللي بدنا نطرحه، المقاطعه اللي صارت للانتخابات انتم شلون تقيموها؟ هل هي نجاح للشعب العراقي ام فشل للحكومه السياسيه، الحكومه العراقيه عفوا او ما تسميها العمليه السياسيه؟ لو هم الاثنين اثنينات انه الشعب نجح ودوله فشلوا، لو اكو شيء ثاني هو اللي ادى الى هذه المقاطعه اليوم؟ يعني لما نشوف انه اللي صار بالانتخابات اكبر تقدير هو 15%، بحيث احدى الاعلاميات اللي راحت تغطي العملية الانتخابية طلعت وصورت فيديو تقول الإعلاميين اللي موجودين بمراكز الاقتراع بالعراق أكثر من الناس اللي طبوا ينتخبون. أحمد بن حلة رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أحمد. الله يحييك حبيبي. حياك الله أخوي العزيز. الله يسلمك. سلمك. بمجال نعم. الله يحييك لو حبيبي. بس اذا امكن اخوي احمد نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون تكون المكالمه اوضح وافضل. ماشي حبيبي. نعم تفضل. بخصوص الانتخابات، نعم، يعني سوى المرشحين في الكتل الفاسده كلهم مرشحين نفسهم. نعم. انا وياك عدوم عسكري. نعم. ومن 2019 العلاوات والفروقات ما صرفوا لنا يا اخي، صرفوا بس الفروقات مال كان العوده. مال منو؟ ولايه العوده مسوخه عقودهم وكانوا يدامون بدون راس العلاوات ثلاثنا قياس مصرفهم تقاسموا بيهم. نعم. وهسه قايمين يقطعون الشارع والله على مود مين ما فازوا، على شنو واحد ينتخبهم اذا هم فازوا؟ وانا شفت فيديو بالتيك توك، حتى الفيديو تابع للتيار الصدري بان واحد لازم القرائن ويختم بيهن. نعم. وشكرا للاتصال حبيبي. شكرا 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 لك اخ احمد. اخ احمد، المشكله انه يعني انت تقول هم نفسهم ذولا جوي هسه اللي فازوا او اللي رشحوا هم نفسهم اللي كانوا قبل، انت تقول على فروقات المنتسبي الداخلية او وزارة الدفاع، لكن شنو اللي صار برواتب التقاعد او شنو اللي صار بالرعاية الاجتماعية او شنو اللي صار بزيادة المرتبات التقاعدية بالنسبة الى الحد الادنى من التقاعد، شنو اللي صار بالنسبة الى العقود او الاساتذة والموظفين بعقود غير يعني كموظف مجاني او محاضر مجاني، شنو اللي صار بذولا بحيث انه اي منتسب او شخص بالعراق ينتفع من زيادة او علاوة؟ المشكلة وما بها يا سيد العزيز انه هم قضايا تهم المواطن نعطيها اذن الطرشة، لكن المشكلة أنه أكو عزوف عن الانتخابات. اليوم الشعب العراقي مقاطعة تامة بنسبة 85%،
85% من أبناء الشعب العراقي قاطعوا هذه الانتخابات، وهي أثبتت فشل العملية السياسية. إذن هل ستبقى أم لا؟ أنتم كمواطنين شلون تنظرون للعملية السياسية؟ نجاح لكم لو فشل لهم، لو هن اثنين تسوى. أبو سيف ويانا من الديوانية، حياك الله. نعم، السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك حبيب الغالي؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي، تفضل أخوي. شلونك أستاذي حبيبي عمري؟ أهلا بيك يا الغالي، تفضل يا عمري. رحمة لأبوك العزيز، أنا دائما أتابع قناتكم هاي الشريفة. نعم. بس دفتيم هذا المنتخب وجاي يرمون عليه، هذا منين جاي؟ من الحج؟ منين جاي؟ نعم. إيه. بارك يمك أستاذي. دا أسمعك. هل تسمعني؟ دا أسمعك أخويا، دا أسمعك. دول عمرك هذا بس دفتيم منين جاي هذا اللي يرموله تشيل وغيتشي؟ يعني منين جاي؟ من الحج؟ منين جاي؟ والله العظيم استلينا بلو باي باي الطرقاعه. نعم. بالك كم زين هسه هاي شو خلصنا من هاي السوالف؟ وين صارت الوادي؟ احنا وين صرنا؟ بعدنا بهاي الشغلات؟ نعم. هذا كرل احاديه مثل ما تفضلت انت، كرل احاديه مال طيارات. زين هسه هذا ما يمه بيوت، ما يمه جهال، ما يمه بشر صغير طفي، شو يصير بهاي الاخبار؟ هذا مثل ما تفضلت انت جايب له مقاومه مال طيارات بنفسه بيوت. فين الدوله؟ فين الدوله بروحه بقسم حتى ايش يسوي؟ والله يا عمو ما ادري. نعم. يعني شغلتهم يعني تعبانه والله يا استاذ، ما ادري شلون راح يصير دوله، شلون يصير قانون، شلون يصير مثل هاي الدول. والله ما جايتك انا اشوف اللي يفرح اليوم تشتكيك وتشهد بشغلات حلوه وري. عمي ليه طش؟ خليش طول، خليش طول لابناء الشعب، خلي عمر يرجع، يرجع نازحين، ينطي رواتب. يبطي رواتب؟ لا ابوي ما اريد الرواتب، مشكور خلي رواتب الهم. خلي يفكنا من هاي الرقاعة، هاي الحاديات اللي جاي يجيبونها، رقاعة هاي الفلك، هاي مصيبة. نعم نعم. والله ما ادري. نعم. لا هذا اللي يفوت، كل واحد اللي يفوت هيك يسوى ما اريد اقامهم. مو دول. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، هاي بس فايز نسوي هيك شيء. نعم. شلون باكر لا يكون بالكبسه صوره صحيحه، ما ادري شو نسوي. واشكرك وان شاء الله الله يخلصنا، ايش اقول والله ما ادري. نعم. شكرا 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 لك ابو سيف. حسن من دياله، حياك الله يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. قول ننزل وصول هؤلاء الشعب الى حكم العراق، وما لا حكومه نظيفه ترى الشعب العراقي من كل المجالات. هؤلاء سراق، هذول منافقين سراق، لا يزيدون للعراق بعد سرقات مثل ما سرقوا اموال الشعب العراق سابقا، راح يزيدون سرقات بعد اكثر مثله. كل هذه الكتل السياسية وكل هذه الأحزاب والميليشيات التابعة لها اللي جت من إيران راح يزيدون للعراق معاناة بعد أكثر نسبة، ولا يجعلوا للعراق أن يسرح بعد، بل يزيدوه قوة وإراقة دم. وهذا ما راح نراها في الأيام القادمة. جلو له هذه، هؤلاء قسامة واللي انتخبوهم مثلهم قسامة. الله بدعت تكمل من ذهب الى الانتخابات الا ما هو فرقاعات في بالله. دولة حس اصلا مو مالت اهل البلد، كمل من ذهب الى من هاي الفرقاعات الى للانتخابات،
في انتخاب كتلة سائرون او كتلة فتح او اي من الكتل الاخرى ظلموا من اهل البلد، دول قشامر، دول بقاعات. بالله العظيم جينا لا نعم جينا احنا نمشي للنظر معاناة العراق انت وصول هؤلاء القشامر الى حكم العراق ولحد الان جينا لا جت معاناة العراق. يعني شوف تذهب لك الى اي منطقه تراها لا مياه نظيفه لا كهرباء لا خدمات لا اي شيء، كل بسبب هذه القشامر والميليشيات ومراجع الفساد التي ابتلى العراق فيها كلها هاي مراجع الفساد. الله بحثك البنجر والمحافظات الاخرى اي والله حتى هناك السجون والمعتقلات الممتلئه بالمعتقلين نعم كانت كلها بسبب هذه الميليشيات. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك اخ حسن. ابو ابراهيم من فنلندا حياك الله ابو ابراهيم. اهلا وسهلا اخي العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الكرام تفضل. العفو بالنسبه للانتخابات 85% ما حد شارك بها من العراق كلته، انتخابات فاشله لان المشاركين اللي هي الاحزاب الميليشيات ما يعني حزاب الميليشيات نقول عليها. فنفس الوجوه المفروض هاي الوجوه تاسست المرشحين بها 90% منهم يعني قاده الميليشيات، المفروض كلهم يتحاكمون. يعني من عندك نور المالكي لكل جماعه العصائب كلهم عباره عن ميليشيات، هم سقطوا العراق، هم دمروا العراق، هم خربوا العراق، لا معامل لا شركات تجاريه لا كل شيء ما خلبوا البلد. ما يعني شلون هذول يعني صار عندهم اصوات وصار عندهم يعني جمهور ما عاد يعرف يعني شلون من راح انتخبهم ما حد يعرف، شيء غريب هذا يعني. نعم اخي العزيز قاموا يحلفون خلوني يدهم على القرآن ويطلعوا 50,000 جماعة المرشحين يعني، وهذا بلد هذا واحد يعني 50,000 بيع بلد كامل يخلي بجيبه 50,000 يضيع بلد كامل ويروح ينتخب لك ذول الأحزاب الفاشلة. ما أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم شكرا لك ابو ابراهيم. ابو ابراهيم يسال تساؤل يقول يعني اللي راحوا ينتخبون 15% الاصوات اللي طلعت والالاف اللي راحت انتخبت ذولا منو اجاهم وش وقت انتخبوهم وشون جابوا هاي الاصوات يريد يعرف. ابو سعد من بغداد حياك الله. اهلا وسهلا بك السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. والله يا اول شيء احنا ما نريد تبديل حكم، تبديل ظلم. الظلم وصل ويانا الى حد ناس تاكل عشاكم من الزبل، ناس تاكل يعني عوائل انتهت، عوائل ابائهم انسجنوا بدون اي مبرر. احنا ما نريد شغله مثل الجماعه اللي اجوا وراحوا، بس انا اقول هل يرجع العراق الى بيان رقم واحد لو شلون اذا هو 85% قاعدين هذا ليش ما يحجون 85% 15% وهسه يقولون هاي 15% هي صارت 41%. شنو دور الأمم المتحدة؟ شنو الدول اللي تراقب المراقبين الدوليين؟ يعني احنا نعيش بهاي الواقع الفاسد، نطلع من فاسد نوقع فاسد الأسد منه وهكذا الأمور. فأقول آني افتحوا السجون، المظلوم طلعوه واللي ملط خيديه خلوه لي، بس هو أكو شيء آخر. شبابنا قاعد ماجستير حمال الله يقبل، اللي ما عنده شهادة عميد بالجيش وما يصير، وهاي مناصب وصلوها بالتدرج الحزبي واحنا التدرج العلمي ينزل لي جوا واحد من العالم. عندي اولاد 4 منهم 2 خريجين يبيعون شاي. اي مظلمه يعني انا ايش اسوي؟ اقتل نفسي اقتل العالم؟ وانا اقول الكلمه الاخيره لك ميلك بالذات. الو نعم دا اسمعك. صوت الأحزاب لو صوت الشعب، بس أرد أعرف هذا السؤال، خلي
امتداد للناس اللي يتصلون بك. احنا صوت الشعب لو صوت الاحزاب اللي نايم على جالس مع على قلوبنا وعلى صدورنا. شكرا لك ابو سعد. ابو سعد وجه سؤال ثاني يقول انا بس اريد افتهم اللي دا يصير اليوم بالعراق هو صوت منو؟ صوت الاحزاب اللي دا تحكم العراق وسرقت ونهبت وسوت ما سوته واللي الشعب العراقي بهاي الانتخابات قاطعهم ورفضهم، لو صوت الشعب هو اللي راضي على اللي دا يسووه هاي الفئه وسكت عنهم هاي المده؟ ابو احمد من واسط حياك الله. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. شلون صحتك؟ اللهم يحفظك. نحمد الله على كل شيء. انا اشكرك واشكر قناتكم الكريمه. لا شكر على واجب اخوي العزيز. اللهم يحفظك. قل لي ذول 15% ذول كلهم مجبورين ب 25 وكارت ابو الخمسه وسفله وبتفله. ذول طلعوا ماكو؟ نعم. الله وكيل. زين هذا جسمي مو سحر بالسلاح المنفلت وهذا جرميله بحاديه ولا بس لا انعال مدري عقال ما خجل من نفسه. نعم. حلو. يعني شنو شنو ربحها وجاي يرمي وهاي الحقيقي لما خلصوا مع الابو هاي. نعم. اكو مواطن هسه عنده احاديه يرمي بيها، يعني شنو هاي منين جابها؟ الو. نعم. جاي تسمعني؟ اسمعك اخوي. وذولا مأجورين، هذا الطول كارت، هذا قالوا راح نعينك، هذا سوى له تبليط كلاوات، يعني تبليط متر وربع، حتى ثلاثين ما يتلاقى بيه ونزلوا له على الشارع، وناس اللي هسه ذولا انتخبوا كلهم سووا لهم تبليط وسبويسات وضحكوا على الوالد، الله وكيلك كلهم 15%. نعم. واللي يخجل ويستحي على شرفه على غيرته وعلى عداله لا استعلام ما لا المفروض به لا يرمي ولا يطلع لا اذا يخجل، بس هو لو عنده خجل ما نطلع الاحاديه مطار طائرات ويرمي. يلا حبيبي مشكور لك. شكرا شكرا لك اخوي العزيز. ابو فهد من بغداد حياك الله اخوي. حبيبي الله يسلمك. رد على سؤالي مال الاخ ابو سعد. نعم. يقول المشكله بالشعب لو بالحكومه. يقول أردفت يا مان، المشكلة وين؟ المشكلة بالأحزاب لا المشكلة بالشعب؟ نعم. لا والله يا أخي المشكلة بالشعب. ليش؟ لأن الشعب شقد انتخب وشاف الذل ويرجع ينتخب نفسهم على مود مصالح شخصية. نعم. ما يقول أنا إذا انتخب حتى أعيش ببلد محترم ومقدس وأعيش كريم بي حالة حال البلدان البقية. نعم. أنا عجبتني منشور مرة نشروه على الفيس. نعم. محامية نشرته قالت حشا السامة الخروف 250,000 وصاروا عندنا الزلن ب 25,000. هذه النفوس الضعيفة مو للكل. واتمنى من دول الصعدوا. نعم. لو يشتغلون عدل، لو يتنحون عن الدوله، خلي العالم تشتغل بمكانهم، تشتغل صحيح. يا اخي يعني الاسماء لحد الان هي نفسها، هم ذولا نفسهم اللي كانوا يحكمون من 18 سنه، اذا اكو كم اسم جديد فهم اقليه بالنسبه الى البرلمان. لكن والله نقول يعني احنا بهاي الاسماء الجديده نقول ان شاء الله ان شاء الله اكو خير. ونتأمل خير بيهم. نعم نعم نعم. وإن شاء الله الفوز علي هادي الشريفي، ونتمنى أي حكومة تلزمها. شكرا 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 لك أبو فهد. يعني البرنامج مو مجال للدعاية الانتخابية إلى أي شخص موجود مرشح نفسه أو ما مرشح نفسه، هو منصة لي أو القناة منصة لأبناء الشعب العراقي فقط وليس لأحد أن يستغل هذا الشيء. علي من الفلوجة حياك الله أخوي عزيز. علي من الفلوجة انقطع، أتمنى ترجع لنا يا أخوي علاوي. أبو أحمد من الناصرية حياك الله أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخوي العزيز. والله هذا اللي مو صوت المرشحين ولا صوت الشعب،
نعم. الشعب يشترون الصوت ب 25 يبيع ضميره على المقاضين. نعم. انقطع الاتصال يا ابو احمد، شكرا لك. كيان من بغداد، حياك الله اخوي العزيز. شلونك استاذ افل حبيب قلبي؟ احمد الله على كل شيء يا الغالي، تفضل. حبيبي مقطع بالبدايه اظهرت مقطع نائب فايزه وهاي الاطلاقات الناريه، يعني أي. هذا فيلم من نجوم هوليوود بطوله فاندام بن حج كريم، ماكو هيك بالعراق، يعني انت طايح بسي وهذا الاطلاقات الناريه وهاي العيال، وين تطيح هاي الاطلاقات الناريه؟ هيا تطلع لك طلع لك تمام، غير تطيح على الناس الفقره، يعني هاي ما فكرتي انت بعدك ما حتى تمام ادي القسم، بعدك ما مستلمه الفلوس ما تحسين معيشه ورميت طلقات، الا صارت عندك دكتاره وحمايات ودنيا، شو تسوين؟ بس قولي شو تسوين؟ شو تسوين؟ تقطعين السير الشارع العام؟ شو تسوين؟ يعني انتم قبل الانتخابات تتوسلون بالصوت سواسيل من اجل، بس انا اقول لهذا راح ينتخب، هذا راح ينتخب. والله يا اخوي عزيز ما غثني غير هذا المعقل اللي قاعد يرمي بالمقاومه الطائرات. تمام استاذ اسد، انا هذا راح ينتخب من العراقيين، ارد اقول له هالشيء، ارد اقول له ما اجى بعينك دم الشباب الشهداء رحمه الله على روحهم، ما اجى بعينك العراق هذا العراق اللي تدمر وانتهى وخلوه سابع عروض، ما اجى بعينك المطلقات الارامل اليتامى، ما اجى بعينك مرت الشهيد يساومونها على شرفها من تروح تراجع على معاملتها، ما اجى بعينك العراق لا زراعه، ما اجى بعينك العراق لا صناعه، ما اجى بعينك اطفالك واولادك، ما اجت بعينك امك، ما اجى بعينك غيرتك ضميرك، ما اجى بعينك العراق لا صحة لا تعليم، ما اجى بعينك العراق لا شيء، شلون رحت انتخبت على موت راسبك مليون مليونين؟ والله العظيم العراق هذا العراق ما روحي في دول العراق ما ابيع، وحب العراق ما يطلع من راسي، ولا اكو دكتور عندهم يطلع حب العراق من راسي خلي يجيبونه، ماكو اختصاص دكتور يطلع حب العراق حب البلد قلب الانسان وبراس الانسان، بس هاي شوف استاذ اسد، هاي الوجوه باقيه، هاي الوجوه يراد لها وتروح، انا حاشيها سابقا وراح فيها هسه، هاي الوجوه يراد لها، انا اريد اسال العشار، يعني العشار انت من توقف وبصدر ديوان وتروح على مود تكتب ترسل وتجمع الناس وسلاحك وعتادك وهوستك وتقول جواي 7000 زلمه واحد يقول 10000 زلمه، يعني هسه هذا العراق بلدك، هذا كلت من خبزه وشربت من مايه، يعني ما تفكر بيه، ما تحركك شويه غيرتك تنهض نهضه من جنوب الى شمال العراق، ما تحركك شويه نهضه وتطلع هذولي، يا اخي هذولي ترى جبناء الله وكيلك جبناء السياسه، هذول هسه وقفه وحده وقفه ساعه وحده من العشائر، والله العظيم تلقى المنطقه هاي المنطقه الخضراء فارغه نهائيا. واني اقول يعني مظاهرات سلمية يطلق عليها رصاص حي، بس أنا شو أقول؟ القرآن الكريم صريح، من اعتدى عليكم وليه مثل ما اعتدى عليكم، القرآن صريح. واشكرك شكرا قناة شكرا لك أخ كيان. أبو علي من الناصرية ويانا، حياك الله يا أبو علي. الله يسعدك ويشونك شوفتك ويسعدك يا الغالي، شوفك مشتاقين عاشم شافك، نحمد الله على كل شيء الغالي، انت العايش يا اخويا. هذول مو مال حكم، هذول مو شغلت، هذول يعني يشيلونه يحطونه بالغال عايز. نعم انقطع الاتصال يا ابو علي، شكرا جزيلا لك. ابو علي وياي؟ ايه تفضل. اي وياك انا، انت وياك؟ وياك وياك وياك. فيا اخوي هذول نفس الوجوه نفس الخشم، يعني نفس الخبزه نفس الوجوه ذولا، يعني لا دين، شوف لا دين لا ثقافه، وياي؟ وياك. حلو وياي؟ وياك وياك اخوك، وياك اخوي. ايه
إيه لا فهم لا عمل إنساني لا عمل تشموه يعني شوفه هو يعني حاطلع مامه يعني شلون النبي حصل لك أكو ذول المعلمين هسه الرسول من يمشي لا حتى حماية ولا هاي الرسول جد الفقراء هذول لا يأخذون من الناس هذول المعلمين يعني مثل حدال يعني هاتين لذي أساتي مزفتاني عمي أطلعوا يعني السيارات هلوة يعني شني أنتوا مش هادي من الدلالة دمرتوا سنة زين قتلتوا كافي يعني ما شبعتوا زين الدماء الناس هم يحكي على فلان يقول له انا مؤمن وانت مؤمن هو يعني قتل. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو علي. ابو عراق من الفلوجه حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي العزيز. وعليك السلام والرحمه والكرامه اخوي الغالي. اكو مثل قديم يقول نعم. اكو والي قسم المدينه نصين. نعم. فقال ما حد يعبر ليش الصفحه الا ينطي اقران. ايه راد يشوف الشعب هذا عنده صحوه عنده شيء. قام العالم تدفع اقران والطب قال هاي ماكو فايده. قال اقران وياها نضرب راجلي. نعم. شفخه على 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 الباب. قام يدفعون اقران وياها راجلي النوم. طلع هذا الشعب يقوم ماكو. واحد اقترح علي قال عمي قال الشعب ما يفيد بعد بي. اخونا قبل شوي يقول العيب بالاحزاب لو بالشعب. لا انا اقول لك بالشعب. لان لو اكو احترام كان احترموا دم الشهداء اللي راحوا بالتحرير وراحوا بالناصريه. على شنو رحتوا انتوا تنتخبون؟ شو تجيبون؟ راح توخرون حرام وشبعان وتجيبون حرامي جوعان. اخوي العزيز العيب بالشعب. نعم يا اخي الشعب انتفض انتفض وقبل ملوك سحلوهم بالشوارع يعني عصب عليكم هاي. والله يا اخي العزيز الله وكيلك ترى العيب بالشعب مو بالحساب. نعم. ولا الشعب لو يتحد ايد وحده ها ما تقف بعينه لا هاي الاحزاب ولا غيره. بس ما ادري روحهم بالماده ما ادري مصيرنا وين احنا كعراقيين بس اذا افتهم يعني وين راح يودونا بعد يعني 18 سنه بوق وسلب ونهب واشكال وين يوصلونا بعد وين يعني الشعب يردون مو 18 22 هسه هو يعني وين يجي يوصلونا بعد يلو وين. نعم. ما كافي عاد. نعم. أنا ما ناشد لا الحكومة ولا الأحزاب بس أنا جاي أسأل الشعب أقول له الشعب ما كافي عاد بكافي عاد والله من لينا والله ما ضل عندنا صبر يعني ما جاي يشوفون هاي الناس اللي تقدم الشوارع الناس ما عندها خبزة. نعم. الشعب أصحي يا أنا جاي ناشدك الشعب مو حكومة يا الشعب كافي عاد كافي صبر. وأنا أشكرك أخوي العزيز. شكراً شكراً لأبو عراق. محمد من الناصرية حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. بس إذا أمكن تنصوا لي صوت التلفزيون وتسمعوني من التليفون ومن وياي. محمد. حياك الله يا محمد. شو هم انتخابات بالعراق؟ نعم. انقطع الاتصال يا محمد. المشكلة أبو أحمد من صلاح الدين حياك الله يا أبو أحمد. أبو أحمد. أي نعم. حياك الله أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله أستاذ هذه يسمونها مهزلة. نعم. هي نفسها ردة الوجه وما راح يسوون أي شيء. أي نعم. نعم. ما راح يسوون أي شيء. ما نستفاد منهم أي شيء. وشكرا. شكرا. شكرا لك أخوي العزيز. أحمد من الفلوجة حياك الله يا أحمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ده لاحظ الناس اللي تجي واحد الشعاب.
حقيقة ان السياسيين على فكرة انا ما عندي سياسي لا هسه ولا قبل حتى سابقا يعني كن على بين. نعم. نقدر مثل ما يقول خلي الاحقار تصير بفوضى مثل الفوضى اللي صارت سابقا. لازم تكون يعني لازم واحد يشوف واحد يقتنع به بانه يمثل من احنا ما في واحد يمثل الشعب 100% لحد الان يعني مثل طروحات ومتطلبات الشعب هذا الشيء ما موجود حاليا فافضل شيء 50% 40% 25% مثلا راح اضيف احنا في محافظه الانبار وفي قضاء الفلوجه ابقى كانت الفلوجه ظلمه وكانت شوارعها عبارة عن حصار وكان تطلع للشارع ما تلقى غير بس الحفر والبلوك المعجط والحجار بعد ما صار محفظها رجل محمد الحلبوسي اشتغل احنا كان يشتغل المخزنة كلها او نصها او قسم او منظمات مجتمع مهني فيتوجه التوجيه صحيح والفلوجة تعمرت عقب ما كانت الفلوجة لأنهم راح تقوم لها قائمة خاصة بعد أخ أحمد بلا زحمة سؤال الفلوجة اليوم يعني بيها بنية تحتية كاملة لحد الآن حاليا أشهد الله يشهد الله عليه حتى تعرفين أنه ما عنده انتماء ويا أي واحد ولا واحد صديق محل الناس كلها بس حاليا حتى في المناطق اللي كنا ما نتوقع راح تصير بيها مجاري تشتغل بيها احنا شارعنا نفسه اللي احنا بجبال منطقه جبال ده تشتغل بها منظمه اليو ان دي بي حاليا وده تشرف عليها بلديه الفلوجه وبشرف مباشر من المسؤولين انا لكن اخوي العزيز انت من تحكي على اعمار تقول انه مثلا محمد حلبوسي عمر الفلوجه وعمر الانبار يعني الفيديوهات اللي ده توصل من محافظه الانبار انه النازحين لحد الان ما يقدرون يرجعون المناطق مدمرة البنية التحتية مدمرة الشوارع والبيوت مهدمة وين الأعمار اللي صار إلا بالشارع العام بس أنا أريد من عندك لا أنا ما داعش عن نفسي أخوي العزيز أنا دا أسألك سؤال دا أقول لك الفيديوهات اللي دا تصل ليه يسمع الناس واهي إنه النازحين منهم اللي ما رجعوا بس يا ما عجل في الصخر الجنابين اللي مو دعمنا تمام لو لا اللي بعدهم بالخيام لو أخو غيرهم ناس ثاني نعم احنا اخونا الثانيين مثلا تقدر تنورنا اللي نازحين اللي ما رجعوا وجههم ما عند لا يا اخوي العزيز عندك عندك بكردستان نازحين من صلاح الدين ونازحين من الانبار ونازحين من نينوى ونازحين من سنجار ونازحين من دياله لحد ان ترى مراجعين وموجودين بالمخيمات ليش ما رجعوا مثلا يعني ليش مثلا ليش ما رجعوا مثلا يعني اخوي العزيز انا ما دا سقط انا دا اسالك سؤال دا اقول لك الفيديوهات مو انا دا احكي الفيديو دا يحكي احنا رجعنا جوز انا كيف قاعد اقول انا من حال الاحزاب اقسم بالله انا من حال الاحزاب ولا احب احط بكل شيء لان اخاف من الله ما اقدر احط احد من هذول الناس بس انا دا احكي انه احنا بغض النظر عن هالكلام كان ماكو حكومه اذا ما صارت عليها مؤاخذ يعني ماكو حكومه صارت اذا ما عليها مؤاخذ احنا بكل في زمن السابق كانت اكو ناس تطفي التلفزيون من يطلع الرئيس صدام حسين بعض الناس من اهل الرماد والفلوجه حتى في كامل الاخير يعني كان حتى بعد الزمن تمام اخ احمد تمام راح تفر الحلقه وترجع نوصل الى نقطه ثانيه ما نريد نوصلها اصلا انا سالتك سؤال ما ترضى تجاوب عليه النازحين من الانبار رجعوا لا انا اجاوبك موجودين بالمخيمات النازحين بالصقلاوية والنازحين بالحبانية والنازحين اللي بغير أماكن رجعوا لا حتى أكو فيديوهات باليوتيوب بجبيل نفسها تمطر الدنيا تغرق أنا علي بالواقع واقع الحال إنه الفلوجة الحمد لله وشكر تمام شكرا لك أخ أحمد يقول إنه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي اشتغل للأنبار وعمرها وعمر الفلوجة تحديدا ويقول الفلوجة بخير وأكو مناطق ما بها مجاري سابقا اليوم بفضل هذا الرجل صار بها مجاري انتو شو تقولون أم شاكر من بغداد حياك الله هلا عيني هلا بيك يوم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الكرام شوكم يا قلبي شوانكم إن شاء الله بيانين نحمد الله على كل شيء نعم يوم نفس الطاس والحمام نعم نفس الطاس والحمام ربعنا والله العظيم شعب ما يعرف ولا يتهم ولا عنده كل فهم ولا غيره نعم
نسوانهم نسوانهم وجهالهم ينبخون بالقواصين وبالزبل، وهذول المتهجرين بعدهم راجعين، هذول وين بدي اشوفهم انا بعيني. واحنا احنا تعبنا ولدنا راحوا ولدنا بالسجون ولدنا تذبحوا ولدهم تذبحوا، شنو هذول الوجوه جابوها علينا؟ انا اقول على الشيعه، هذول الشيعه يعني انتم ما تقولون انتم لكم، انتم ايش حالكم؟ ايش حالكم؟ ما يباعكم وصلكم كاتلكم باعكم كاتلكم، يعني ما تتهمون ولكم جيبونا وجه جديد ولكم جيبونا خيم جديد ولكم وقفوا؟ ليش الخيرين ما ربحوهم؟ ليش الخيرين الزينين اللي اختاري لهم ما ربحوهم؟ ليش؟ ليش خلوهم اهلين ولولا زلم الابطال؟ ليش؟ ليش ربحوا ذولا 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 ذبحين؟ ذولا صباحين من الحامل رجع لنا؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليهم ان شاء الله وعلى منتخبهم ان شاء الله. يا ربي يا رب ان شاء الله ينقلب عليهم ان شاء الله باذن الله وجلاله وارتفاعه في مكانه. يا رب يبرد قلوبنا، والله قلبنا مصايب. عندنا شو ذولا نمشي شنو هذا ابو العصايب؟ ابو العصايب ايش خلى علينا واللي زرعه كله؟ بغداد انتم بغداد انتم العاصمه لكم، انتم ما تنتهون ما عندكم طبل هذول العراقيين والله حتى الطيبين حتى الزيني حتى هذول شنو تضربون البطله؟ نعم شنو تضربون البطله تسوون له؟ شنو اضرب ليش يا اخوان لحمهم؟ والله ما اضرب لكم طلقه، والله ما اضرب لكم طلقه والله، ولا ولا امشي وراهم والله. وانا ما انتخبت، انا وحده من الناس ما انتخبت، كل واحد ما انتخبوا. نعم شكرا شكرا لك يوم ام شاكر من بغداد، شكرا جزيلا. علي من الفلوجه، اتمنى حتى اقدر اقرا رسائل واتساب بسرعه، تفضل علاوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه اخويا، نصيني صوت التلفزيون ده اسمعك افضل. شلونك استاذ مازن شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. كل ابارك لك على هالانتخابات لو شلون يعني؟ شلون؟ هالانتخابات هاي انتخبوها هاي البارحه واليوم. ايه. يعني هاي ابارك لكم عليها العراقيين لو شنو؟ والله يا اخويا احنا دا نسال انه هاي الانتخابات اكو مقاطعه 85%. انتم كمواطنين شنو رايكم بهذا اللي صار؟ مقاطعه فوز للشعب لو خساره الاحزاب لو اثنين لو شو تقولون؟ خساره كبيره هاي، خساره كبيره هاي. نعم علي يعني هسه المستغلين وين راحوا هذول الجدد الجمل الشحم؟ وينهم شو؟ كلهم عباره حيتان بالعصهم. نعم يعني هسه من واقفين البارحه قدام مراكز انتخابيه، تنتخب فلان طب ما تنتخب فلان اطلع برا. يصير ايش هذا الحكي؟ استاذ امجد زين علاوي انا يعني قبل ما يدركني الوقت اريد اسالك سؤال، اتصل بي شخص هسه من الفلوجه يقول محمد الحلبوسي عمرها للفلوجه واليوم الفلوجه يعني افضل مدينه واحسن مدينه ونشكره على اللي سواه، يا ريت يشتغلون مثله. استاذ امجد تعال على الشهر العام طبي صحيح محمد، هذا الشهر العام صحيح حلو بس تعال على فرح شوف ايش في هاي. نعم اتحداك انت بصياتك نعم زين عيب خلي يستحون خلي يستحون دافع عاد بوك حاطين لي كل واحد مزارع عشر نعم مزارع يطرد فيها الخيل نعم والعالم ميت من جوع جمع مرشحين جدد مستقلين ما لهم شغله بحد نعم ارحم نعم دولة نعم عندهم اصوات هوايه يعني ولا صوت مالتهم مرة راح؟ اعتذر منك اخوي علاوي بس قبل ما يدركني الوقت اقرا لي رسائل واتساب، شكرا جزيلا لانضمامك بصوتكم. اول رساله وصلتني السلام عليكم، اريد منكم ان تحكوا عن هيئه الضرائب البصره، اكو بنايات من سنه 99 ما مصححين جنس البنايه وباقي اسمها بالضريبه انها عرصه وبالحقيقه هي بنايه ماجرينها كوفي شوب بجويله. اخي افل هاي الانتخابات وعدم مشاركه اكثر من نصف الشعب العراقي دليل على الوعي واللاوعي والاقليه التبعيه لايران وامريكا، هي اللي راحت وانتخبت هذول الحراميه ابو يحيى. رساله ثانيه، السلام عليكم استاذ، تحيه طيبه لقناتكم الشريفه ولكادرها المحترم. بالنسبه للانتخابات حكينا من قبل وقلنا محسوما نفس الوجوه، اما القادم يبشر بالأسوأ حسب تهديدات بعض الاحزاب، نسال الله ان يجعل باسهم بينهم بعيدا عن الناس الفقرة وتطلع حوبه الشهداء من كل واحد شارك بقتلهم، وتحياتي لك رنا من بابل.
أيها العراقيون، الإعصار قادم فاحذروا التدمير في القتل والسرقة والسلب والنهب مستمر، فإن الانتخابات تبدلت الأشخاص والأسماء لكن الهدف واحد وهو تدمير العراق وإذلال شعبه. السلام عليكم أخي أفل، والله الشعب ذبح النفس بالنفس، بس والله إحنا أهل تشرين والله ما ننحني لا مقتدى ولا الأحزاب ولا السياسيين، إحنا أهل الحق. أكو حكاية ظلت تدق بقلبي من بداية البرنامج، أكو سيارة مال دولة وعليها شلقة أو مقاومة طائرات وصعد معقل يرمي، أكو دولة تحترم نفسها تخلي ضابط يتنازل عن سلاح للدولة ومواطن يصعد يرمي بيه؟ أردفتهم شلون سولت نفسها للضابط الطهية وشلون صعدت لي فوق وشلون رمى بيها وشلون قبل بيها، ويجون يحجون براسنا بالسيادة شلون؟ ما حد يدري. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر، في مالا.